اهلا بيكم في فيديو جديد من اكسباند كارد. في الفيديو ده هنشوف خاصيه جديده وهامه جدا من اكسباند كارد، وهي خاصيه الاس ام اس او الرسائل القصيره. الخاصيه دي بتتيح لينا ان احنا نخلي المتجر بتاعنا يبعت رسائل اس ام اس اوتوماتيكيه، او كمان نقدر نبعت رسائل تسويقيه للعملاء بتوعنا. يعني ايه رسائل اوتوماتيكيه وامتى بنبعتها؟ رسائل اوتوماتيكيه مثلا يجي للعميل تاكيد لما يسجل الحساب بتاعه، او يجي يوصل توصل له رساله اس ام اس بالتاكيد فتح الحساب مثلا، او توصل له رساله لما يعمل طلب او اوردر جديد على المتجر بتاعك، او توصل له رساله اوتوماتيكيه لما يتم شحن الطلب بتاعه، وهكذا. يلا بينا نشوف بقى ازاي نقدر ننفذ الكلام دوت. علشان نقدر ننفذ الكلام دوت هندخل على التطبيقات، وبعدين هندخل على تطبيق الرسائل القصيرة ونعمل له تنصيب. وبعدين نضغط على تحرير. ده التطبيق اللي منه بندير الموضوع الخاص بالاس ام اس. الخطوة الأولى علشان أبتدي إن أنا لازم ببتدي أسجل حساب الأول عند مورد الخدمة بتاعة الرسائل الاس ام اس، واحنا اوريدي عملنا انتجريشن مع احد الشركات الممتازة اسمها تكست بلود. فعلشان نبدأ التسجيل هندوس على الرابط بتاع التسجيل، وهنبتدي نملأ البيانات بتاعتنا علشان يتم التسجيل لود. فمن خلال التطبيق بتاع الرسائل القصيرة، تمام، بدخل هنا وادوس على الرابط ده اللي هو الحصول على المفتاح او الاي بي اي كي، وبعدين هيطلب مني ان انا اعمل لوجن على الحساب بتاعي. فهعمل لوجن، وهاخد الكود ده كوبي، وهعمل له هنا او نسخ، وهعمل له هنا نسخ في الخانة المخصصة عشان يبتدي يتم ربط الحساب بتاعي على تكست بلود بالمتجر بتاعي. وكده تم الربط فعلا، وظهر عندي الرصيد بتاعي اللي موجود عندي اللي هو ال10 نقاط دي او ال10 بوينتس دول، تمام. واقدر دايما من خلال الرابط ده اقدر اشتري الرصيد زي ما احنا شايفين كده. الرصيد الميت كريدت بيبدأ ب4 جنيه استرليني. طيب جميل كده، انا دلوقتي قدرت اعمل ربط الحساب بتاعي وفتحت الحساب. فبتيجي بقى الخطوة اللي بعد كده، هي ان انا ابتدي اني اعمل دمج للبيانات بتاعة العملاء بتوعي اللي موجودين متسجلين بالفعل على المتجر بتاعي بالحساب بتاعي على تكست بلود، عشان اقدر ابعت لهم رسائل بشكل مستمر. عشان انفذ دوت بضغط على ادارة المجموعات، ومن هنا اقدر اعمل مجموعات من العملاء. يعني بعمل ليست عندي جوه الحساب بتاعي على تكست بلود، وبعدين بقدر ان انا من خلال الضغط على الدمج الان ده ان انا اودي او اربط البيانات بتاعت المستخدمين عندي او اعضاء المسجلين عندي في المتجر بالحساب على تكست بلود. فانا عندي هنا بالفعل انا عامل 2 مجموعتين من العملاء، تمام، ونقدر نعمل ده من خلال الضغط على اد جروب. بس بندخل اسم المجموعة، وليكن مثلا هنسميها ليست 2 مثلا، واعمل اد جروب زي ما احنا شايفين كده. ده كده تم انشاء المجموعة بالفعل. هدخل بقى على الجروبس علشان نستعرض كده انا عندي هما الثلاثة دولت. فهبتدي بقى اعمل حاجه تانية بقى، ان انا عاوز ادخل العملاء بتوعي اللي موجودين عندي في المتجر على الليست دي. وهتلاقي لو انت لسه فاتح حساب طبعا مش هتلاقي جروبس، او الجروبس دي هي مجموعات العملاء. يعني انت ممكن تعمل مجموعه من العملاء وتسميها مثلا العملاء الجدد، ومجموعه تانية من العملاء الهامين، وهكذا. تقدر تعمل كذا مجموعة من العملاء وتصنف العملاء بتوعك بالشكل اللي انت عايزه، اللي هو انك بتعمل سيجمنتيشن للعملاء بتوعك بالضغط على اد جروب ده، تمام. بتقدر تعمل الموضوع دوت وتقدر تخلق الليست دي، تمام. انا دلوقتي عملت الليست دي بالفعل، وعاوز بقى ابتدي ادخل البيانات بتاعة العملاء عندي في احد الليست دي او الجروبس دي. فانا هختار
الجروب اللي اسمها العملاء واقول له دمج الان كده. تم عمل سينكرونايزيشن ما بين العملاء بتوعي، يعني اي حد هيسجل على المتجر بتاعي او اي حد مسجل على المتجر بتاعي والليست دي. فتعالوا كده ندخل على الليست ونشوف ايه اللي تم. ندوس على View Contacts Group، فزي ما احنا شايفين دي بعض بيانات المسجلة بالفعل عندي على المتجر. لو خدنا بالنا كده هنلاقي ان دول هم العملاء اللي موجودين عندي بالفعل على المتجر بتاعي. دي نفس البيانات تم بالظبط ادخالها عندي دلوقتي في تكست بلود. طبعا دي البيانات بتاعت العملاء اللي ليهم رقم موبايل مسجل عندي. طيب نرجع تاني على التطبيقات. طيب كده جميل، انا كده ربطت الحساب بتاعي بالمتجر وعملت كمان نقل للعملاء على على الموقع بتاع تكست بلود او على المنصه بتاع تكست بلود. دلوقتي بقى يبتدي ان انا ابتدي انشئ رسائل الاس ام اس الاوتوماتيكيه او القوالب اللي انا عايز ابعتها في حالات معينه. لما هبتدي دلوقتي ان انا احدد هعمل رساله تتبعت في احداث معينه، يعني لو الاوردر اتشحن، لو تم التسجيل وهكذا. تمام، هنلاقي احنا بالفعل ان في بعض الرسائل هنا موجوده كامثله. هنا مثلا شيبد لو الاوردر تم شحنه، فالرساله بتقول للعميل ان الاوردر هيوصلك خلال الوقت الفلاني زي ما احنا شايفين. طيب جميل جدا، دلوقتي بقى انا هحدد الحالات المعينه اللي انا عايز ابعت فيها رسائل معينه. تمام، فاحنا هنفترض في المثال بتاعنا ده ان احنا عايزين نبعت رساله للعميل لما بيتم شحن الطلب ولما بيتم تنفيذ الطلب في الاول خالص. تمام تمام طيب عشان ننفذ ده بمنتهى البساطه احنا عندنا هنا بندخل على القوالب في التطبيق وبعدين نضغط على نيو عشان نعمل رساله جديده. كده انا هعمل الرساله دي في الـ باللغه الانجليزيه وبالعربيه، اقدر اعملها باللغتين. تمام، فانا دلوقتي هبتدي اعملها باللغه الانجليزيه، ولتكن مثلا ان الرساله دي لما الطلب يتنفذ. الطلب اول ما بيتنفذ بتبقى حالته بيندنج. تمام، فانا هسمي القالب ده بيندنج، وعلشان دي رساله اللي بالانجلش فهسميها بيندنج اي ان اللي هو ايه انجلش، رمز الانجلش. طبعا انت ممكن تسميها اي اسم، المهم ان انت تقدر تعرفه. فهنقول بقى للعميل ان يور اوردر. في بقى خاصيه جميله جدا ان انا اقدر ابعت له ان السيستم عندك في منصه اكسباند كارت ياخد رقم الاوردر اوتوماتيك ويبعته له. فهنقول له ان يور اوردر ونحط له الاوردر اي دي كده. تمام، has been placed او تم تنفيذه بالفعل، واضغط حفظ. وبعدين هعمل نفس الرسالة بقى باللغة العربية ونسميها برضو بيندنج بس اي ار، ونقول ايه تم اتمام طلبك، وناخد الاوردر اي دي بنجاح. يبقى كده الرسالة اللي هتوصل له هتبقى تم اتمام طلبك رقم كذا بنجاح. تمام، طيب عشان افعل بقى ان الرساله دي توصل فعلا لما حاله الطلب تكون بيندنج، اروح على الاحداث هنا الايفنتس دي واجي عند بيندنج الحاله بتاعت بيندنج. لو لاحظنا هنا هنلاقي دي كل حالات الطلب اللي بتتم عندك. فانا بقى كل حاله اقدر اختار لها رساله، يعني انا هنا عملت الرسائل وبعدين هنا في الاحداث او الايفنتس ببتدي بقى احدد الرساله الفلانيه توصل في الحاله الفلانيه بالشكل ده. هنيجي نقول بين احنا هنا في الانجليش فنقول بيندنج الانجليش دي توصل في حاله البيندنج، واضغط بس على مفعل. واجي عند العربي واقول ان معلق هنا نبعت فيها بيندنج اي ار، واضغط عليها مفعل وبكده انا، وبعد كده اضغط حفظ. كده لما العميل هيعمل طلب الشراء عندي على المتجر اول ما تبقى حاله الطلب بيندنج اللي هي اول حاله بتحصل في الطلب هيوصل له الرساله اللي احنا حطيناها ان تم بالفعل تنفيذ الطلب.
وهكذا. طبعا تقدر بقى تستخدم وتفكر في الحاجات اللي ممكن تستخدم فيها الخاصية الجميلة دي، واختار العملاء بتوعك بكل التحديثات اللي بتتم على الطلب بتاعه برسالة نصية على توصل له على الموبايل بتاعه او الجوال بتاعه. ما تنسوش لو في اي اسئلة ما تترددوش في التواصل مع الدعم، وشكرا، ونشوفكم في فيديوهات جديدة من اكسباند كارد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.